والتشكيله تبقى قويه والروح تبقى موجوده والدوافع تبقى موجوده، حتى لو هنا دوافع ماديه. دوافع مادية. ماديه يعني مثلا المكافاه تزيد او بتاع ياه، مع الزمالك. اه طبعا مهم ان يكون في محفزات للاعبين طبعا. قدام بيراميدز تحديدا حتى لو كانت مادية. ليه؟ لكن هقول لحضرتك ليه، لكن الاهلي والبيراميدز مفيش دوافع ماديه، كده كده دوافع هم تتويج. شبعانين. مظبوط. الزمالك مش عشان شبعان، عشان بره المنافسه. فانا بعتبر ان مباراه الاهلي او بيراميدز اللي هو الثاني دلوقتي مباراه قمه. فانا انسحبت من الاهلي اخسر من بيراميدز، يبقى انا مش موجود، يبقى قوتي ضعفت، مفهوم. يبقى الناس مش هتخاف مني. ده انا عامل تمام. حسابه. انا معلش انا بتكلم في ايه، الناس تخاف مني او تتخض او تديش اهتمام، ده وضع اللي هي القيمه بتاعتك تمام. الكرويه اللي موجوده في الفترة الحالية. اللي انت مريت بيها. مفهوم. فكون ان انت تعديها وتجتازها وتنجح ده حاجه كويسه قوي للعيبه. تفتكر هيبقى يوم ماتش الزمالك مع بيراميدز ده في انقسام بين جمهور الزمالك، بين عايز اكسب عشان ما ينفعش بيراميدز يكسبني، ولا ما تقولش عايز التانية، اخسر عشان ما ينفعش الاهلي ياخد ما الدوري؟ تقولش التانية، أنا رافضها. رافضها اصلا. لا ما يعني أنا لسه كنت بتكلم قبل ما أجي لك. صعب تقول كده على الزمالك، مش أنت، الناس. عمرها ما هتحصل ولا حصلت. أنا ألعب لنفسي. الزمالك عايز يكسب يكسب. ملوش دعوة بالنتيجة ولا مين ياخد، ملناش دعوة. ومش عايز الزمالك أنا يعني الناس تدخله في القصة. الزمالك بعيد. حاليا دلوقتي الزمالك لا اول ولا تاني، هو بعيد عن القصه دي خالص. انا ليا ماتش مع بيراميدز اكسبه خلاص، ليا ماتش مع الاهلي عايز اكسبه، عايز اخلص كذا، دي الدوافع اللي انا عندي لازم تكون موجوده. لكن ما حدش يقول لي نص هيبقى مع الاهلي ونص مع الزمالك ونص مع بيراميدز، مش هينفع. لان احنا مش عايزين نعمل، انا مش عايز اعمل هي مش فتنه ولا حاجه، انا عايز اقول الواقع. ان انا اخليه في نفسي. تمام. يعني في مشكلة بكرة مفهومة. تمام. بتاعة التذاكر مثلا. الأهلي هيفكر في التذاكر ولا يفكر يكسب؟ يكسب. حلو. بيراميدز هيفكر في إيه؟ يكسب. بس. الحاجات اللي لكن بتبقى حوالين الماتش ده بتسخن أو بتحفز فريق من الفريقين؟ اللي هي قصة التذاكر دي ممكن يبقى لا ليها لا أثر على لا، ماتش هو بكرة أصلا فنيا؟ بص أنا أقول لكم من دلوقتي هيحصل. شوية سباب كده صغيرين في الأول وبتاع، لأن على فكرة أنا قلت إدارة بيراميدز هي خانها التوفيق في الوقت ده. في القرار ده في الوقت ده. لان لا جمهور الاهلي ولا جمهور الزمالك حد يشتريه. هو بيجي لك كده من نبع. بدليل انه بيجي بدري. بيجي الساعه 5 والمباراه الساعه 10. ايوه. مستمتع بالخمس ساعات قاعد وفي الحر قاعد. انا جاي لك لان انا بحبك. انت بيتي. مش جاي عشان اخد تذكره او تقلل لي فلوس او تزود لي. ايوه. مفهوم. بالعكس. هو عمل عندي مع جمهور الاهلي هيطلع بكره في اول الماتش كده وخلاص. في حد قال لي من مسؤولي بيراميدز احنا مش بنعاند ولا حاجه. لا عشان الاهلي عمل كده. بيقول لي لا مش بس الاهلي عمل كده، بالنسبه لنا ماتش اهلي ده يعني مصدر دخل كويس قوي، ففرصه نستغل الحضور الجماهيري في مواردنا. مش انتوا بتحبوا الاستثمار؟ انا ما دي لا يعني غير مقنعه. ها مش مقنعه طبعا، لان احنا عارفين مدى المصاريف بتاعه بيراميدز. مش محتاج دي يعني ال 200 في 5000 دول، المليون دول مش محتاجه. واشمعنى جت هنا 200 في 7500. احنا بنفكر كده، اشمعنى جت الماتش ده والوقت ده. ايوه. وبعد الماتش الاولاني قصه كده، المصريين بتعرف دمهم خفيف. طبعا. لكن مش دي القصه اللي تيجي تقول لي انا محتاج فانا عايز فلوس. خليها حد غلبان زينا. الزمالك